أهلا، مرحبا بكم. قبل ما نبداو في الفيديو اليوم، ما تنساوش تعملوا ابوني، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. دونك اليوم باش نشرحوا اكزرسيس على الفلتر من دورة 2016 باك تكنيك دوار الفيزيك. دونك هو الاكزرسيس نيميرو 2. الاكزرسيس يقول لو فيلتر الكتريك اف شيماتيزي سور لا فيغور 6 et constitué d'un amplificateur opérationnel supposé idéal, d'un condensateur de capacité C et de deux conducteurs ohmiques de résistance respective R1 et R2. L'entrée de ce filtre est alimentée par un générateur basse fréquence GPF délivrant une tension alternative sinusoïdale UE de T, amplitude UE max constante et de fréquence N réglable. La tension de sortie US de T de ce filtre est également sinusoïdale, de même en fréquence N que la tension d'entrée et d'amplitude US max est égal à R2 sur R1 UE max sur racine carré 1 plus 2 pi N R2 C au carré. On rappelle qu'un filtre passant est passant lorsque sa transmittance T est égale à US max sur UE max. Vérifiez la condition T supérieur ou égal à T0 sur racine 2, d'où T0 est la valeur maximale de T. Petit 1, choisir parmi les propositions ci-dessous, celles qualifiant le filtre F, justifiez votre réponse. Donc, à votre question, on a un kelmet, donc je vais un kelmet qui est le filtre liana. قبل ما نجاوبو دونك نشوفو ساعه هذم اكتيف باسبو لينير باسيف باسبون باسبا. في نظره سريعه، عندك اكتيف باسيف، باش تختار واحده منهم. يعني ماجيش تحط اكتيف وباسيف مع بعض، يعني يا اكتيف يا باسيف. عندك باسبو وباسبون وباسبا، كيف كيف باش تختار واحده منهم، و لينير يا تختارها يا لا. دونك هكا تكون نظمت ساعة انتي الاختيارات شنو باش تختار، حتى لو مش فاهم ولا ناسي ولا مش عارف كيف بيستخدم، ما يجيوش مع بعضهم باللوجيك، يعني باغ لوجيك كيفاش تختار. دونك قبل ما نجاوبو نعملو غابيل صغير. دونك هذا الغابيل شفناه في الكور، منسيش نعاودو اللي ما شافش الفيديو اللي فيه الريزومي فيلتر. دونك شنو هو الكومبوزون اكتيف اون جينيرال، معناتها مش في الفلتر برك. Composant actif pour lui fournir l'énergie du circuit nécessite une alimentation qui m'a circuit intégré. Oui, le composant qui m'a circuit intégré qui m'a l'amplificateur. Donc, avec un filtre actif. Kif-kif, l'amplificateur, dans ma vidéo, fait tarif l'amplificateur en général, chnoual, composant réel. Donc, عندك كلمات يعني هذم مربوطين ببعضهم، فيلتر باس بوند فيلتر كوب بوند، يمشي طول في مخك سيركوي ار ال سي سيركوي ال سي. كومبوزون باسيف هو شنو كاباب دو سكوي لينيرجي كيما ريزيستونس بوبي كوندونساتور ديريكت، هو مربوط كلمة باسيف بالفيلتر باسيف، يمشي في مخك سيركوي ار ال و سيركوي ار سي. كيما لي زيكزامبل هذم تخوا لي أكيد شفتهم في الكور. دونك عندك فيلتر باس با أكتيف هاكا فيه تلاحظوا هنا فما لامبليفيكاتور او اكتيف فما امبليفيكاتور مع بعض، سيركوي ار سي باس او باسيف. شوفوا باسيف شوفنا هنا هكا باسيف، حطينا سيركوي ار سي. دونك سيركوي ار ال سي فيلتر باس بوند كيما قلنا، ار ال سي ال سي باس بوند كوبوند. واضح به تويكا نكملو. دونك لهنا ما بين بعد ما عملنا الغابيل ديريكتومون شنو الاول ريفلكس يجيك ما بين اكتيف و باسيف، فما امبليفيكاتور دونك باش تختار اكتيف. داكور دونك باس او باس بوند حسب شنو، حسب ال هو شعطاك معناتها الفيلتر يا يخلي فابل فريكونس يعدي ولا اوت فريكونس. اوكي دونك نشوفو الريبونس اون ديتاي تويكا، نتصور حاضرين الأجوبة عرفتو أنهم اللي باش نختارهم. دونك نشوفو الريبونس اون ديتاي. الريبونس اون ديتاي شنو تقول؟ عندك أكتيف خاطر فما أمبليوب، هذه أو في معناتها أمبليفيكاتور.
دونك ليني هي خاطر او اس اي او سونس نيو دا دو ميم فريكونس ان باس بار على خاطر او اس تكون كوشون تريتمون مونوتون ان عندك في الفيبل فريكونس هيك الايكواسيون اللي عطاها لك من الاول نرجعو لها كي ان تون فير زيرو دونك او اس ماكس ايكال ار دو سور ار ان او ماكس و بور لي اوت فريكونس n tend vers l'infini, ES max tend vers 0. Donc, on va laisser passer les faibles fréquences. Donc, index passe pas. Donc, et donc, lumière, ni j'ai marqué, si nous voulons aller vers attention, les mêmes fréquences. Passe bas هذه هذه فونكسيون فهمت وحط لوسك ان تون فيغ زيرو لوسك ان تون فيغ انفيني اوكي نتعديو كيسيون دو ان اوسيلوسكوب بيكور كونفونابلمون برانشي permet de visualiser simultanément les tensions UE de T et US de T pour une valeur particulière N1 de la fréquence N de la tension d'entrée, on obtient les courbes 1 et 2 de la figure 7. Donc, petit a justifie que la courbe 1 correspond à la tension de sortie US de T. L'aîné, je ne sais pas ce qu'il fait, je n'arrive pas à une courbe en avance. Donc, qui a dit quoi de courbe, qui fait ta fenêtre en avance. عندك لهنا نجيو نشوفو نلقاو شوفو الاثنين الساعة كون في اتقالا زيرو اوكي ولهنا مع بعض نشوفو انا الكورب اللي تخلط للماكس قبل الاخرى يعني اللي تخلط لامبليتود قبل يعني باش نوضح دونك كي نتبع الكورب هذي ميساج تبع الكورب هذي نلقاو لهنا لنا جي جي ماكسيموم اللي بالاخر دونك نشوفو البوان هذي في الكوب الاخرى هنا ماكسيموم دونك كيما لاحظوا اللي الان هي اللي اتا ماكسيموم قبل الدو هي توصل ماكسيموم كبار هذه اون افونس بارابور ا هذه دونك لا كورب 1 اي اون افونس دو فاز بارابور ا لا كورب 2 دونك هي اللي فيها تونسيون دو سورتي او اس دو تي دونك هو لهنا قال بجوستيفي كان السيت ولا السيت ولا معرفتش كيفاش تعمل جوستيفيكاسيون مش مشكل تعتمد انت الى الكورب او اس دو تي هي الكورب 1 وتكمل جو بقية الاسئلة مش تاقف خاطر تستحقها بقى دونك او اس دو تي هي 1 خاطر هي اون افونس دو فاز عندكم الريبونس هنا مكتوب وضوح بور ان فيلتر باس با اكتيف لا تونسيون دو سورتي اي اون افونس دو فاز باغبور ا لا تونسيون دونتخي دو لا كورب 1 كورسبون ا او اس فسرنا وضحنا كيفاش نعرفو أنهي الكوب أون أفونس خاطر ينجم مثلا ما يقولكش راهي الكوب أن هنا يعني تقريبا جاوبك هو بس تكتب انتي راهي هيك أون أفونس كان ما وضحلكش دونك وحدك لازم تعرف أنهي الكوب أون أفونس اللي هي أن كيفاش حكينا كيفاش تعديو الكيستيون اللي بعد Donc, en exploitant les courbes de la figure 7, notre à l'année, t'as ta mettre L1 et US. Ou de comment t'as dit. Montrez que N1 correspond, petit B1, montrez que N1 correspond à la fréquence de coupure de filtre F. Déterminez sa valeur. Mais, je ne sais pas où. On delta phi ou N. بي نعملو غفل صغير للديفازاج كنا عملنا غفل للديفازاج في كوريكسيون اكزرسيس ار ال سي باكسيونس نجمو ترجعولو باهي في برشا غفل على الحكايات من الكورب والديفازاج بي
عندك لهنا الدلتا في اتقال اكوا، دونك دلتا في هذا غطيل، هذم لي زيماج مش تابعين لنونسي ليكزارسيس. باهي، يعني مش نحكيو اون جينيرال، اون جينيرال دلتا في هي دو بي N delta T. دو بي الان هي شنو؟ هي ان سور تي. ديما تكون عندك الان تنجم تخرج التي، وتكون عندك تي تنجم تخرج الان، تعمل ان سور ان هي ان سور تي، والتي هي ان سور ان. 1 sur t حطهم تحت بعضهم باش تظهر هذيك ان هي 1 sur t فوا دلتا t. دونك لحد لهنا واضحين، فوالا هاكا حاطها لهنا، هو في اتقال دو بي، في اتقال دو بي تي ان تي sur t. تي ان هي هذي اللي هو لهنا اللي هي دلتا t. باهي، كيفاش نخرجو نحنا دلتا تي؟ دونك هاذوما واضحين دو بي و ان سور تي. نبداو ساعة بالتي. باهي، عندك التي هي البيريود بكلي، البيريود بكلي. دونك تي هي تكون كوغسبون ا دو بي، دونك و تي ان تكون كوغسبون ا تيتا، و الا دلتا تي اللي هي هذي الفي. دونك هنا عندك، انا باش تبع الكورب هذي باش نوريكم وين تقف التي لهنا. هذي تي هايكا، هذي تي من الى حتى لهنا. كي تحب تبع الكورب الثانية، تي تبدا من هنا حتى لهنا، هذي تي. داكور، و تي ان كيفاه؟ تشوف الديفيرونس ما بيناتهم من صفر هكا، يعني هذي بدات من هنا و هذي بدات لنا، هذي هي التي. نجم تلاحظها زادا لهنا هكا. كي تجي انتي عندك البوان هذا ماكس لهنا، تعبط هكايا بيان سور بالمسطرة، مش هكايا يعني أبقي تاو نعمل هاذيك هي التي زاد، هيك هو كوسبون أ ديفازاج. باهي، انتي بتشوفها بوزيتيف وإلا نيجاتيف. كان انتي مثلا تعمل في إس موان في أو، وانتي تعرف اللي في إس هي أون أفونس، دونك باش تلقاها بوزيتيف لونغ، خاطر انتي تطرح في الأفونس موا الغوتار. كان انتي تعمل في العكس، تحسب في عندك السورتي هي اون غوتار مثلا، وانتي باش تعمل في اس موا في او، دونك باش تجيك نيجاتيف، على خاطر هي عندك في ليكزومبل مثلا اللي بتخدم فيه تكون الفي اس اصغر من في او. نتصور واضح انا على شنو نحكي. باهي، نعملو تويكا نخدمو الإكزامبل اللي عنا لهنا دلتا في، نخدموها بشكل سريع. كيفاش نخدموها؟ عندك لنا دلتا في اتجاه
هنا باش نحسب في A ثم في E، ونعرف اللي الـ A هي on avance de phase، الـ A هي الـ S، قلنا وذي هي الـ E entrée وذي هي sortie. أنا كيفاش نطرح في A ثم في E، دونك بوزيتيف سيني باش يجيني. لا علينا، من بعد شنو عندي؟ دونك نكتب دو بي على روحي كي، نجي نحط سور تي، نخليها تي اللي هي البيريود كاملة، دونك سور غران تي، غران تي هي منين هني. دونك نبداو هكا، قلنا نمشي 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 هكا ونطلع وحط لهنا هذه تي، هذه لهنا هي كل جون تي حتى الان 25 كيفاها تبع الكور هكا. عندك هذه هي الجون تي بي. بعد عندك باش ناخدو تويكا دلتا تي، دونك نحنا قلنا دو بي سور تي فوا دلتا تي. الدلتا تي باش خرجها تويكا هي قلنا نجيو من زيرو ونشوف هاذي هاي في زيرو لهنا، ولهاذي زادا في زيرو. فوالا الكوب الثانية هاذي دو، هذا دلتا تي. نفس نقع لهنا، اها نجي انا لنا لونبليتود لهنا نضغط اوكي، ولنا هنا كيف كيف. فوالا كيما لاحظوا هنا عندي ثلاثة كروات، لهنا عندي ثلاثة كروات. باهي انا كيف باش نكتب باش نخليها دلتا تي، نعوضها اون فونكسيون تي الكبيره. كيف نعمل؟ عندك لهنا كارو صغير واحد، نبدا نحسب حتى نخلط لهنا الانفانسان قداش هو من كارو. عندي لهنا كارو 2 3 4 5 6 7 8، دونك تي كل فيها 8 كاروات، والهنا دلتا تي قداش فيها من كارو؟ فيها ثلاثة. دونك الدلتا تي شنو؟ تخوا تي سور ويت، هاكي دلتا تي. نجي لهنا ونعوض، دونك دو بي سور تي لهنا قلنا ثلاثة كروات، تخوا تي سويت. دونك من عندي تي و تي نحا، تقعد لي تقعد 2 x 3 6 نسيش نكتبوها وبعديك نحيو ال دونك لهنا بتبع مش خليوها كي سي بي تسويت. دونك شوية لهنا، دونك 6 نعرف هي 2 في 3 و 8 هي 4 في 2، 2 و 2 تنحى وتقعد لك 3 بي سور 4. دونك هذي هي دلتا في. فوالا دونك الان شنو حكينا نحنا في الغابير؟ قلنا الان هي ان سور تي، دونك عطانا هو تي قديش هيك ان فانسان هيك حاجة واحدة برك لازم تنتبه لها، لهنا
25 تمشي ديريكتومون للي شي شنو عطيكو 25 شنو فوا 10-3 علاش خاطر عندي بالملي سكوند دونك 10-3 نعمل كالكول ابليكاسيون نيميريك est égal 800 donc n est 800 هذه n كما قلنا نعاود لهنا ما تنساوش لهنا 10-3 علاش على خاطر لنا هاي ملي سكوند سينو تجيك غلط النتيجة حاولوا في نفس الوقت تعملوا الكالكول تاخد كالكولاتيس تحاول تحسب في نفس الوقت مع الكوريكسيون اهم شيء انك تعرف فيزا تعمل كالكول باش تنجم تخدم اكثر دي كيسيون وبطبيعة جيب أكثر نقط دونك n est égal 1 sur t 800 باهي نشوفو الإجابة يعني لهنا دونك عندنا شوية خطأ بسيط لهنا ناحية t و t لهنا مش بي هاذيا هاذيا يا ربي مش t هاذي بي يعني المهم دونك خرجنا ال N1 هذه ال N1 ننساوش نحنا فيش نخدمو لهنا تخدم في الوين هي ال N1 هي فريكونس دو كوبور دو فيلتر بالكيستيون اللي بعد Déterminer la valeur T1 de la transmittance T du filtre en doublure sa valeur maximale T0. B. Avec la question, déterminer la valeur T1 du filtre en doublure sa valeur maximale T0. B. L'année, une si on match off T0. Maintenant, je vais vous donner T1 ou T0 directement chez l'énoncé. Là où je vais vous T0. أعطاك هو قالك أون غابيل كان فيلتر إي باسون يعني تطلع شوية في الأنونسي فما أون غابيل أن كان فيلتر إي باسون لوسك سا ترانسميتونس تي إيكال أو إس ماكس سور أو أم أو أو ماكس فيريفي لا كونديسيون تي سوبيريور أو إيكال تي زيرو سور راسين دو دو أو تي زيرو إلا فالور ماكسيمال دو تي يعني جبتها هادي هاي لهنا الأنونسي لهنا هادي يعني دوم ما تشوف في الكيستيون فما تي زيرو ديريكت ريفلكس تمشي لهادي اون رابيل وتخدم دونك بي دونك تي ان est égal à 9 pour US max. علاش حطيت الكورب حتانا لهنا على خاطر هي اللي فيها US max وفيها الـ max ديجا هو كاتب لك من فوق قالك استعمل الكورب Donc, U, U max. Regardez les valeurs. Ça va en varier, mais je vais me dire. Aïe. La hachera, ou le 7.1. 7.1, il y a ce qu'on y a, t'es à 2, il y a qu'on a dit que U, E. Ou le 1, il y a t'es à U, S.
وجاوب لك عليه هو من الأول، قال غيرتي في اللي الآن هي الإس، يعني 10/7.1. نلقى الريزلتات 1.41. Des questions. On déduit les valeurs maximales. Vérifie la condition. Elle est et donc là, la coupure donc égale T0 racine de 2. Wahat supérieur égale. Donc, c'est une condition égale. Donc, sur racine de 2. معناته T0 est égal T1 fois racine de 2. حاول تعمل الكالكول في نفس الوقت. Donc T1 fois racine de 2 تلقى 2 سكوند. دي تلقى 1.9 حكاية كيكة اللي هي 2. كملنا الكيستيون هذه اللي بعد. Établir l'expression de la fréquence de coupure N1 du filtre. باهي يعني قالك expression. شوف كلمة expression انت تطلع لنا في الانونسي اعطيك هذه هو US max equal R2 sur R1 fois UE max sur racine de racine carré 1 plus 2 pi n r2 c au carré. Donc نخدمو بهذه والكونديسيون هذه t0 égal racine de 2. Donc t est égal لنا عنا هيك ان عليك باش تستعمل الاكسبرسيون هذيك. دونك ان ملاحظة اخرى انا باش نخدم تو بالتي كيما تشوفوا ولنا فماش تي حاط او اس و او. دونك شنو هو الليان ما بيناتهم هذو او اس و او؟ شنو تعطيني في الفلتر تي هي شنو؟ هي U قلنا هاي مكتوبة هنا U S max sur U E. U S sur U E بالإكسبرسيون هذي شنو تخرج لي U S sur U E؟ تعطيني عندي هنا ال U S هاكا ال U E تعطيني R2 sur R1 sur racine carré de 1 plus 2 كذا كذا. و R2 sur R1 في فيلتر شنو هذيك؟ هي هذيك T0 ولنا تقعد لي راسين كاري 1 بلوس 2 بي N R2 C carré. Donc, يعني شعار مكتبة مش لازم نخدم تحت هذي الفقرة باش تفهموا ليه عم يجي. دونك est égal et T0 sur 1
depuis n r 2 c égale t 0 sur racine de 2. نحن ديما نخدمو في الفريكونس دو كوبور سور راسين دو دو. نعملو ليان بيناتهم. اش تعطينا تاعنا؟ عندك هنا تي زيرو و تي زيرو هي نفس. قلنا تي زيرو هي ار دو سور ار ان. باهي دونك شنو قعد لي؟ قعد لي راسين دو دو من لهنا فما ان بلوس واحد مع قداش تعطيك دو؟ مع واحد. لهنا او كاري فما ا او كاري هو 1 دونك 2 بي ان ار 2 سي ايت ايغال ا بار لا سويتش عندك 2 بي ان 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 سموها ار 2 سي تقال ا تاو ظهرت الان تاو دونك الان ا هي حشتنا احنا بالاكسبرسيون اكرهو ا سور دو بي تقول لك اكسبرسيون معناتها مش باش تحسب باش تعطيه حاجة en fonction بالدوني اللي عندك دو بي ار دو سي بعد دو بي ار دو سي صحيح un petit دي sachant que ار دو est égal à 1,6 كيلو اوم déduire de ce qui précède les valeurs je pense que ce qui précède اللي هو question et il va les valeurs R1 et C. B. Le R1 qu'on a vu dans le cadre, qu'on a les rendez T0 est égal R2 sur R1. قلنا عوضنا احنا كلمة تي زيرو هي كذيك ار دو سور ار ان دونك هنا تكتب افيك تي زيرو هي ار ان دو سور ار ان دونك شنو تعطيني هذه تعطيني اللي ار ان ات ايكال ار دو sur T0. Donc, R2 hier, 1,7 kilo ohm, je m'en ai 10, par exemple, 3. Donc, on a le calcul dans ce loire. sur T0 اللي هي قد قلنا T0 نرجع لهنا شوية هاي 2 دونك نحسبو كالكول قد يطلع لنا النتيجة جينا 800 اوم اخر حاجه سي السيني باش نخرجها من هذه هاي 2 بي ان ا ار دو سي ايتيغال 1 دونك سي ايتيغال 1 سور 2 بي ان ا ار دو ان ا ار دو باش نعاود لي فالو كل حاجة عندك ا آه هنا هي دو بي ان ا قداش هي
بالظبط. R2 هي قدر 1.6 1.1 يعني كاين في الكيستيونير. دونك كملو 1.6 متنساوش 10 على بوسونس 3 هي متنساوهاش، سينو نجيك الريزلتات غلطة. نحاول أعمل الكالكول في نفس الوقت، دونك هي 1.24 10 على بوسونس موان 7. لونيتي الكاباسيتي هي فارد، دونك تحط تمثيل لاني كوان اف. دونك هذه هي خرجنا ال R وخرجنا ال C وهكا نكونو كملنا ال correction ل exercice. هذه ال correction لهنا منظمة يعني تابي. دونك تاني نتوقفو الفيديو تشوفوها. يعطيكم الصحة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. شكرا.